السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع بيشتغل بالذكاء الصناعي اسمه مورتا دوت اي او. ده بيرتبط بالفيو بوينت، مرتبط باكونكس، مرتبط بالريفيت، مرتبط بالشير بوينت، بالبرومافيرا، بكل حاجة، بحيث ان هو يتابع المشروع ويقول لك ده كان براند انه يخلص شهر كذا والاكشوال خلص في شهر كذا، وينبهك ان في تواريخ مثلا هتخلص قريب وهكذا. فالميزة ان هو مرتبط بحاجات كتير جدا زي الاي سي سي، اوتوديسك كونستراكشن كلاود مثلا، بالباور بي اي، والاكسل اللي مثلا عندك الملفات موجوده على الاكسل، تقدر تتابع المشروع ويبدا يجيب لك الحاجات، التسليمات، التاخيرات، الحاجات دي كلها، بحيث ان لو في اي تاخير يبدا ينبهك ليها من اولها، يقول لك مثلا المفروض في ار اف اي ما تردش عليه وهكذا. فتقدر ان انت تتابع المشروع وتقدر ان انت تتحكم فيه بشكل سهل ان شاء الله.